صباح الخير نور. صباح الخير لك ولجميع مشاهدي الأخبارية السورية، عم نطلع عليكم يوميا عبر شاشة الأخبارية السورية بمحطات عديدة ضمن رحلتنا الصباحية، وأكيد من دمشق وللمحافظات السورية حصة برحلتنا. لكن مع بداية كل نهار نتمنى هالنهار يحملكم الخير يا رب، والرضا وراحة البال وشوية أمل هيك يا رب تكون مزروعة بقلوب الكل إنه بكرة يكون أحلى. كلياتنا يمكن عم نمر بظروف قاسية صعبة، إلى الآن يمكن عم نحصد تداعيات الحادث الكارثي المدمر، الزلزال المدمر اللي نحن يمكن كمان أساسا عشنا 10 سنوات من الحرب قاسيين، أكثر من 10 سنوات. اليوم مع الظروف الاقتصادية المعيشية الضغوطات اليومية والغلاء الكبير يمكن على الكل، عم نحاول يكون عندنا فسحة أمل صغيرة، أملنا بالله كبير إنه بكرة يا رب يكون أحسن وأفضل إلنا ولأولادنا ولبلدنا الحبيب سوريا. أكيد يسعد صباحك نور، صباح الخير مشاهدينا. إن شاء الله هذا الصباح والصباحات القادمة تحمل مع كل الخير لكل السوريين. طبعا مع هذا هلأ قربنا على بداية الربيع، إن شاء الله هذا الجو المشمس يحمل كل الدفى لقلوبكم ويعمل الخير والأمن والأمان على بلدنا سوريا. رح نرافقكم بفقرات متنوعة وأخصائيين وفقرات جديدة، لكن بعد هالفاصل. صباح الخير عن جديد نور. قديه هلا نحن عم نعيش حاله من الهلع والخوف، خصوصا بعد الصدمات يلي صارت خلال هي الاحداث اللي صارت هلا. يمكن عفاف كلياتنا بنمر بحالات من التوتر والقلق والخوف. يمكن بيقولوا لك بعض الناس انه يمكن من كثر الصدمات عشنا سنوات الحرب قاسيه ونحن عم نشهد على كارثه انسانيه يمكن ما مر عليها 100 عام، بيقول لك انه هي المشاعر نوعا ما تتعود او بصير في تبلد بالمشاعر. لا مو صحيح، دائما هي المشاعر بتخلق من جديد جواتك، ما بتقدري تتاقلمي على الوجع والخوف، لهيك فعليا بتعيشي هي حاله الهلع والتوتر والقلق. صحيح، خصوصا انه الاحداث يلي صارت مفاجئه كثير، يعني نحن كلمه زلزال ثقيله كثير على ايدينا، انه شو زلزال نحن ما بنتوقع ابدا. صحيح، لهيك ما توقعنا، يعني كان الهلع كثير نسبته كثير كبيره. ولحتى نعرف اهم النصائح لحتى كيف نحن بنقدر نتجاوز هي المرحله بسلام وحسب بعض الدراسات المؤكده رح نشوفها ضمن هالتقرير سوا. هل تعلم أن الهلع نوبة مفاجئة من الخوف الشديد يصاب بها الكثيرون مرة أو مرتين طوال حياتهم؟ قد تحدث نوبات الهلع فجأة دون سابق إنذار أو لسبب معين نتيجة التأثيرات السلبية في التفكير والمزاج الأكثر حساسية للإجهاد، أو نتيجة بعض التغيرات في طريقة عمل أجزاء الدماغ. وحسب بعض الدراسات من الممكن أن تساعدنا تقنية الاسترخاء على منع فرط التنفس وإبطاء ضربات القلب المتسرع وقطع استجابة الذعر الطبيعي للجسم عن طريق التنفس بعمق، ممارسة بعض التمارين مثل المشي، استخدام التصور لجلب مشاعر الهدوء والسعادة، النظر حول الغرفة وتسمية أكبر عدد ممكن من الأشياء، الانتباه للجسم من خلال إرخاء العضلات وفحصها والتحرك ببطء. وفي حال تكرار هذه النوبات فيجب مراجعة الطبيب، لأنه من المتوقع أن المصاب يكون قد انتقل إلى مرحلة اضطراب الهلع. أما هلأ عفاف خلينا ننتقل لمادتنا التالية. مبادرة ضماد الروح اختتمت فعاليات أمس بمشاركة واسعة من مؤسسات وجمعيات خيرية وجميع القطاعات لتكريم عدد من المشاركين. خلونا نتابع التفاصيل مع تيماء مسعود. كثير مهم اليوم نحن هي المبادره وهذا الدعم النفسي والاسعاف النفسي، لانه هو مرحله متقدمه ما بعد رده الفعل على الكارثه، انه نبلش فيها كيفيه التعاطي معها، كيفيه الحوار، لغه الجسد، لغه العين. باكد كمان على موضوع انا بعد فتره بدنا نشتغل عليه، هو موضوع العامل الدعم النفسي عن طريق الموسيقى، وهذا علاج مثبت علميا عبر العالم. اليوم خصوصي انا كثير باكد مثل ما قلت لك على موضوع الاطفال، لانه شو بتعطيهم اليوم هن، يعني هن ماده خام. فانا اليوم بدي ارجع اشتغل عليه، بدي اشتغل عليه من خلال اليوم نسي الشيء اللي شافه، بفهم منه شو صار معه بطريقه ما مباشره، وبحاول بطريقه غير مباشره انه انا احاول اعالج هذا الموضوع اللي هو وصل له بموضوع الخوف والقلق نتيجه هي الكارثه اللي صارت. والموسيقى ستكون احد الاساليب
الرئيسية في علاج الدعم النفسي. طبعا أكيد يوم بتكوني أنت عم بتتدرسي بشكل أكاديمي هذا الشيء كتير بيساعدك أنك أنت تقدري تقدمي وتكوني على الأرض إنسان فعال كدعم لهي الحالات، للحالات الأطفال الموجودة مثلا مثل عندك الخوف، الرعب، القلق، التوتر، الأطفال يلي هن طبعا شاهدوا هالزلزال، هاي الكارثة الكبيرة، فشي طبيعي بدنا نحن نقدر نعرف كيف نتعامل معهم، كيف نمتص هذا الخوف، كيف ممكن نطلعهم من مكان لمكان لمكان أفضل، من خلال طبعا تدريبات، من خلال أمور كتير نحن بنقدر نقوم فيها مع الأطفال ليقدروا يتجاوزوا هاي المحنة بأسهل السبل. يعني بالنسبة لهي المبادرة كان كتير مهم دور الإعلام، حابة أتشكر كتير دور الإعلام اللي واكبنا من أول يوم بالمبادرة لحتى يواكب تدريبات المدربين الرائعين اللي يعني بيحاولوا هلأ نشكل من خلال هاي التدريب فريق داعم. هذا الفريق رح نختار منه، رح يختاروا المشرفين طبعا النشيطين والمتفاعلين بهاي الدورة والملتزمين فيها لنشكل فريق داعم نطلع فيه جولات للمحافظات ومن خلالهم ممكن ندرب كوادر بالمحافظات لتكون رديفة لفريقنا الأساسي. صباح الخير عن جديد نور. قد شفنا اكيد كل السلامه والتعويض لكل الاهالي يلي تضرروا وقعت ابنيتهم وسقف بيتهم وقعوا فيه، اهالي كثير حتى تركوا بيوتهم لانهم هلا حاسين بالخطر بتواجدهم فيها نتيجه بعض الشقوق او بعض الكدمات يلي تسببها الزلزال، حيث تعتبر السلامه الانشائيه للمباني من اهم واحدث الطرق من اهم الطرق الوقائيه الفعاله للحمايه من خطر الزلازل وتاثيرها المدمر. واليوم راح نحكي عن الجهود المطروقة وأهم قواعد السلامة الإنشائية. نور أكيد عفاف، يمكن منذ بداية الحدث الكارثي كثير من الناس أكيد خسرت بيوتها، بعض البيوت بقيت على حالها لكن تعرضت لبعض التشققات والتصدعات إلى أثار لا سلامة البناء. دائما المحافظة كانت متواجدة بجميع المحافظات إن كان حلب أو اللاذقية أو حمالي من خلال عبر لجان الكشف على هي المباني لسلامة الناس. يعني يمكن قد ما فينا نعوض الناس عن خسارتها بس بنحاول فعليا نحافظ على سلامتهم لأنه بنعرف في كانت هزات ارتدادية ممكن تأثر على هي المباني إذا فيها تصدعات وشقوق. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا رئيس لجنة الترابط الإنشائي المهندس غسان معمولي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، الله تكون عافية، رحمة للشهداء أكيد، المعافاة للجرحى والعودة الآمنة لأهلنا الى دورهم سالمين غانمين ان شاء الله. ان شاء الله. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ. خلينا نتعرف بالبدايه عن مهمه لجنه الترابط الانشائي. هي لجنه الترابط الانشائي في محافظه دمشق هي وحده ضمن اجهزه محافظه دمشق، مهمتها متابعه ومراقبه التشققات والعيوب الانشائيه في الابنيه والمنشات سواء الحكوميه او الخدميه او السكنيه والتحقق من سلامتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة درءا لأي خطر لاحق. خلينا قبل ما نبلش حديثنا معك ننوه انه عبر شاشة الإخبارية وخلال حديثنا معك سيظهر رقم هاتف على الشاشة 0987230847 للتواصل مع المحافظة لأي حدا ممكن يكون بناؤه تعرض لبعض التشققات والتصدع لسلامة الناس. أي حدا بيته متعرض لبعض التشققات والتصدع يجب التواصل مع المحافظة للعودة إلى بيته. في كثير من الناس يمكن رجعت على بيته دون فحص المبنى وهذا بيأثر، نحن نعرف فيها هزات ارتدادية للزلزال. خلينا نحكي بالبداية عن القواعد السلامة الإنشائية المتبعة في سوريا. نحن بنعرف أنه في قواعد أساسية وبنعرف في كتير مباني هي للأسف لا تخضع لهي القواعد، ونعرف في كود أساسي هو متبع بالعمار. نحن خلال سنوات الحرب والأزمة في كتير كان من المخالفات وكنا في عنا وضع. خلينا نحكي عن هي القواعد الأساسية. أساساً في متعهدين يعني ما عندهم لا ضمير ولا إنسانية أكيد كمان مخالفين صحيح. هي القواعد فكانت الخسارة كبيرة بسبب هي هي التفاصيل. للأسف ستنا الكريمة القواعد الأساسية دائماً أي مبنى يتم تنفيذه بنعد له دراسة إنشائية بسموها المخططات الإنشائية تصادق عليها نقابة المهندسين. طبعا نقابة المهندسين بالجمهورية العربية السورية حطت أسس ومحددات تعتمد سمته هو الكود العربي السوري بعد العام 2000. هذه بيعتمد على
الكودات العالميه. صحيح، لكل بلد في كود على الكودات العالميه، نحط اسس محددات وشروط تامن السلامه بعد ما صار احداث سلاسل بالدول المجاوره. طبعا هي امنت، حققت شروط سلامه اكثر واكثر امان، يعني حطت ضمنها زادة نسبة حديد التسليح. طبعا المنشأة بدها هي مكون من البيتون المسلح، هي البيتون والحديد. زادت نسبة حديد حوالي 15% ككل. ألزمت المهندسين الدارسين بإحداث جدران تسمى جدران قص، هي عبارة عن جدران طولية شمال جنوب أو شرق غرب، تحقق السلامة الإنشائية، تقاوم حركة الزلازل سواء ذهابا وإيابا أو شمالا جنوبا. في نقابة المهندسين بشكل عام حتى في كل المحافظات، مهندس الدارس يقدم دراسة صادق عليها نقابة المهندسين، بعد ما تصادقها في مهندس مدقق، بعد ما يخلص مهندس مدقق في مهندس مشرف على المشروع، هالمشرف على المشروع في مهندس كمان مدقق على عمله، وفي عندنا نحن كمان بدمشق مهندس مقيم، هذا مقيم بالورشة. طبعا هدول بيتحملوا مسؤولية وبيتابعوا تنفيذ أعمال الورشة بالمشروع. استاذ، هلا الاهالي كثير يعني عندهم كثير اهالي تركوا بيوتهم بسبب انه هلا في خطوره، بعض التشققات، بعض الكدمات يلي موجوده بالبيت، فما عم يشعروا بالامان انهم يرجعوا، في كثير فوضى يعني ما عم يعرفوا يتصرفوا. هلا ذكرنا الرقم، الكل يتصل على هذا الرقم اذا عنده اي حدا شكوى، فهون يعني بضمن هي الفوضى في عشوائيه رح تصير، اكيد في اليه متبعه، خطه للعمل، شو هي الاليه اللي عم تشتغلوا عليها؟ بعد حادثة الزلزال تداعت نقابة المهندسين ومحافظة دمشق بالتعاون مع النقابة طبعا وجامعة دمشق، تشكلت أكثر من فريق عمل حوالي 20-30 مجموعة لتغطي كامل مساحة على مستوى محافظة دمشق، ونحط رقم واتساب ويصير اتصال وتحول للمجموعة القريبة للموقع الجغرافي أو الموقع. أي مواطن بيبعث لنا رسالة، بيبعث صور الموقع، تتحول لأحد الزملاء بيطلع بيعاين الموقع. حقيقة أنه بصراحة من خلال عملنا والميداني واللي صار يوميا، نحن بنشوف بكل أنحاء محافظة دمشق أبدا ما في أي عيوب، ما في تشققات، لكن صار المواطن السوري حبه للحياة وبحبه حرصه على داره وعلى منزله، صار بقى عنده الرؤية أنه لازم اطمن على داري. طيب أغلب التشققات صراحة اللي شفناها هي عبارة عن تشققات بالجدران البلوك، بالتقطيعات البلوك، غير خطيرة لكن وموجودة قبل الزلزال. يعني هذا دليل أنه الأبنية صحيح لنا حسينا بالزلزال وعشنا الحالة اللي بعدها والكذا، والبناء صحيح رح وإجا، لكن ظل في عنده مرونة، طاوع يعني استمر وما صارت أي عيوب أو تشققات أو مشي. شو المدة اللي بعد إيمت مثلا إذا حكوا الأهالي اتصلوا، بعد إيمت بيتحرك الفريق لحتى يطلع يعمل كشف على البيت؟ تقريبا تاني يعني مو المدة طويلة؟ لا 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 أبدا أبدا، بصير بياخذ النتيجة. يعني عفوا إحنا مو موضوع زيارة أو توصيات وكشف سطحي، يعني في مجموعة إجراءات. يعني إحنا عنا إذا بدنا نحكي على كبناء، نحن كمهندسين نعتمد يعني كرؤية تبعنا البناء عبارة عن بيحرك البناء، هو عبارة عن جملة إنشائية بنسميها، جملة إنشائية هي الأساسات، الأعمدة، الجوائز، البلاطات. نحن بنكشف على جملة إنشائية، ما بيهمنا التقطيعات، البلوك، الواجهات، الشيء التجميلي. خلينا نقف عند هي النقطة، هي جزئية وهي النقطة لنطمن الناس. كثير من الناس مثلا مثل استضفنا عدة مهندسين، عدة مبادرات عم يحاولوا يعني يضموا جهودهم مع المحافظة، لأنه بنعرف قديش في ضغط بالمحافظات لهي اللجان ودوبة عم تقدر تلحق. خلينا نحكي معك بعض الأجهزة، عم يتم كشف المباني بهي الأجهزة، وشي هي المؤشرات اللي بتقول إنه هيدا المبنى في مشكلة، يعني أصحابه ما بيقدروا فعليا يبقوا فيه لأنه غير آمن، لأنه شفنا بعض التصدعات هي الشقوق، عم نحكي نحن عن العواميد الأساسية إذا كانت بالجدران ولا لا، شفنا الأبنية اللي هي أكثر من 4 طوابق بتحس التأثير أكبر لأنه هي فعليا بتحمل ولا ما بتحمل، في تساؤلات كثير عند الناس. خلينا نبلش بالأجهزة اللي معك نحكي عنها شوي، كيف بيتم الفحص، وعن السلامة، كيف هدول القصص ممكن يكونوا ما يأثروا على البناء؟ الحقيقة هلا الأبنية حتى البرجية هي تكون معدة لمقاومة الرياح ومقاومة الزلازل أول شيء. ثاني شيء احنا لما نطلع بنعمل معاينة كاملة لكامل البناء، قلت لك هي جملة إنشائية، ما بنعاين التقطيعات البلوك أو الواجهات أو أو الشيء التجميلي السقف المستعار، بدنا جملة إنشائية اللي هي مكونة للبناء الأساس، هي اللي بتقاوم الزلازل، هي بتحمل البناء. أحيانا بيكون في سوء بالتنفيذ بقسم معين أو بجزئية ما،
احيانا بيكون سوء استثمار العقار، احيانا بيكون في تسرب مياه بجنب البناء نتيجه عدم صيانه البناء، بيصير انكماش بالتربه، بيصير هبوط بنوع احد الاساسات، بيعمل هبوط تفاضلي بغض النظر عن حادثه الزلازل. لما يصير هبوط تفاضلي بنشد البناء من جهه معينه، بيظهر تشققات على العناصر الانشائيه اللي هي الجسور، الجوائز او الاعمده. ونحن بنركز طبعا على مثل ما قلت لك على الجمله الانشائيه، وبنركز على الاتصال بين البلاطه والجوائز، بين الجوائز والعمود، انه هل الوساقه صحيحه. بنعتمد اول شيء على الكشف الحسي، على المشاهده، بنشوف الشقوق موقعها هل في بالجدران او بالجوائز. نفس الوقت كمان ناخذ معنا تجهيزات، هي اسمها المطرقه البيتونيه، بيستعملها المهندسين، هي تعتمد على الارتداد النابضي، بنشوف مقاومه او نتحقق من جاهزيه او سلامه الماده البيتونيه للعنصر الانشائي اللي هو الجائز. تفضلي. هي من هون خلال المؤشر. تمام 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 تمام. هي عباره عن نابض يعتمد على الطرق، بيعتمد على ارتداد العنصر الانشائي اللي هي البيتون. طبعا معلوم ان البيتون بيتحمل بالبناء على الضغط، بنشوف مقاومته او قدره تحمل البيتون للضغط، والمؤشر بيعطيه هون، بيعطيك الرقم، له جداول لوغاريتميه تكافئ رقم معين بيعطي تحمل البناء. طبعا احنا بناخذ لا يقل عن 10 12 طرقه عشان ناخذ الحاله الوسطيه، لان احيانا بتعطيكي معلومه مو دقيقه، بنستبعد الرقم الزايد او الناقص، وبناخذ الرقم بتعطيكي اشعار. طبعا ما بنستعملها غير لو يكون في شيء مؤشرات انه بالسقف تشقق، تشقق واضح وظهور حديد التسليح وظهور عيوب. تمام. وباقي الاجهزه من طبعا هذا جهاز متري من قيس او متر ليزري، طبعا من قيس التباعد بين الاعمده، بنتحقق منها، بنتحقق من سلامتها، من اذا في تشققات بنحط عليها وداعات جصيه، بنراقبها. تفضلي. بنراقبها. طبعا هلا بعض المشاكل بيصير تحنيب بالبلاطه، احيانا بيصير ميلان بالبناء، بيأثر، بنظر له. نحن من يعني زيارتنا ما بتكون هي زياره مره واحده، البناء لحاله هي بنعمل له جدول، بنعمل له توصيف، بنعمل له وصل للحاله، الشقوق موقعها بنحددها، بنحط اشارات على بدايتها ونهايتها، بنحط وداعات جصيه، بنراقبها. الجصيه هي عباره عن مشعرات. لازم الاجهزه تكون مع كل هالاجهزه لتقدر فعليا لا مو بالضروره، مو بالضروره، نحن من آزر كمان لجان اخرى، مو بالضروره، لانه المؤشر الوحيد والمواطن كمان بيكتشفه هو التشقق. عارف شلون ستر عليها من احيانا بيكون تشققات مستقره، تشقق سوء التصنيع، انكماش، ما بتاثر يعني ما بتضر. وهذا من خلال احنا يعني احنا عملنا كجهاز محافظه دمشق، غير انه بنعطي توصيات، ناخذ لنا اجراءات تنفيذيه باشراف سيد محافظ دمشق، في حال اذا رأينا اي خلل انشائي اي شيء بنوجه المواطن بنقول له اخي هذا عندك ضرر يستوجب تعمل. شو هو المؤشر؟ يعني لما تقول هذا البيت خلال سليم، خلال خبرتنا التراكميه بنشوف انه في عنصر انشائي يستوجب انه يشكل خطر على السكان. الحمد لله هذا شيء نادر، المواطن يتعاون معنا عشان الناس تسمعه. مثل شو؟ يعني اللي عنده بيت مضر، تشققات بالبلاطه، ظهور حديد التسليح المكون للبلاطه او العمود او الجوائز، نتيجه عطل بالصرف الصحي، نتيجه سوء التنفيذ بالبناء او قدم البناء، اهتلاكه. يعني معلومه انه يعني مواطننا هلا انتبه لموضوع سلامه، انه لازم بشكل عام يتنبه لثقافه انه صيانه المبنى او صيانه البناء اللي عايش فيه او اللي مستثمره، متابعته اذا في خلل بنعالجه من البدايه. يعني في عندنا حالات مثلا احيانا خزان جماعي لبناء برجي بتظهر حديد التسليح، هذا من بيظهر حديد التسليح، الحديد اذا ظل مكشوف الحديد المكون له بيصدي، اذا صدى مستقبلا بيتفتت بيتلك، وبالتالي بنعطي توصيات بنعالج. والتوصيات هي عبارة عن إجراء أولي بيساعد، يعني ما نوصل لنتائج كارثية. شفنا كثير من الجدران صار فيها تشقق، هون وقت أنتم بتطلعوا كشف بيتم التركيز على تشقق الجدران، هي بتعتبر أكثر خطورة من تضرر الأعمدة والجسور، ولا اثنيناتهم بيوازوا بعض نفس الخطورة؟ 100% الجملة الإنشائية هي اللي بتشتغل. وموضوع الجدران عباره عن تقطيعات، الغايه منها انه الفصل، احيانا بيكون مثلا طابق ارضي هالجدران بيكون انفصال نتيجه ماده الجدار بتختلف عن ماده البيتون المسلح، بصير انكماش تفصل هذا الفصل، هذا بيكشفه احنا الخبير. يعني ما له خطير، يعني ابدا ما له خطير، احيانا بيكون حركه تيب الكهرباء، احيانا بيكون في تسليحه سابقه، عمر الطينه احدث من عمر الموجود، ايه بتنكمش مع الوقت، تنكشف نتيجه الزلزال اللي صار. هلا اهتز البناء، يعني نحن اهتزينا، بقى هالعيوب احيانا بتظهر لكن مو معيبه. انا بنصح يعني نتيجه العالم انه حشرت، يعني احنا دورنا تطمين للمواطن ومنطمنه ونتحمل يعني مسؤوليه كلامنا، بنصح المواطن لا عيوب لا كذا،
بعد ما نحن نعطي ارشادات نقول له للمواطن سكر هالتشققات منه اول شيء بيطمن بلاقي بيته يعني بتعرفي ملجأ والبيت. طيب لحتى نطمن بنفس الوقت هذا الشق عم تقول انه نسكره قد ايه لازم تكون مساحته المفتوحه لحتى هو يسكره من حاله ما يجيب لجنه ويكون خطير هذا الشق؟ مو بالضروره الجدار البلوك دائما بتكون تظهر تنسيمات تنسيمات بسيطة، أحيانا بيكون تريح بالتربة، هالتريح مثل ما تقولي لما تتعمر البناية بتكون مساحة تربة لو فرضنا حوالي لو فرضنا 100 طن، قمناها المساحة، حطينا عمرنا البناية كسيناها، شكل وزن بديل للأساس لا يعادل 1500 طن لو فرضنا، هذا شكل حمل على التربة، مع الوقت لما تنسكن البناية بتريح ميليات لكن ما بيشكل خطورة يعني. طيب خليني أسألك نقطة كثير مهمة، يعني في كثير تساؤلات اليوم عند كل الناس ونحن موجودين فعليا مع مختصين عبر الشاشة لنطمن الناس ونعرف فيها ذات ارتدادية، نعرف في مخالفات كثير بالبلد وأساسا الكود ما هو معتمد بكل المناطق وخلال فترة الأزمة انتشرت هاي المخالفات بشكل كبير، يعني بنعرف نحن منطقة 86 فيها مخالفات، بنعرف المهاجرين وتوابع لفوق فيها نسبة عالية، الناس اللي قاعدة بهي البيوت هلأ حاطة إيدها على قلبها وخايفة، نحن بنتواصل معهم بشكل دائم إنه هن أساسات البناء، بنعرف المخالفات معنا معايير قياسية إنشائية صحيحة. ممكن يتأثروا يعني خلينا نطمن الناس لأنه بنسمعه بشكل يومي ما بتتخيل قد ايه مكرر ممكن يتأثروا بالهزات الارتدادية يعني احنا بنعرف في شق أو شرخ بطريق المهاجرين هذا ممكن يأثر على البناء ولا البنية التحتية بتلعب دور حقيقة بإشراف سيد ممكن المحافظة تطلع لجنة يعني في ببالة بخطط تطلع لجنة هلا لسلامة طبعاً الناس طبعاً طبعاً حقيقة فريق محافظ دمشق مديريات الدراسات والصيانة وأكثر من مديرية بإشراف السيد المحافظ ومتابعة حثيثة يعني إحنا دورنا قبل الأزمة يلفت نظر حضرتك نحن أي حالة أي شيء إنشائي شافه حدا من الجيران من السكان موضوع السلامة هي خط أحمر يعني بقي بكافة الأوقات يعني لا سمح الله صارت حريق صار انفجار نية غاز صارت حادثة ما ليلا أو نهارا يعني السيد المحافظ بتوجيه متابعة حديثة للحالة نطلع عليها منعين الموقع منحط حلول ناخذ إجراءات فورا احترازية. شو هلا الإجراءات اللي رح تاخذوها لهدول المناطق المخالفات؟ الإجراءات عم ناخذها يوميا ومتابعة بشكل دوري أي إبلاغ من المواطن دائما شي... عن الإبلاغ نحن بنعرف في مخالفات كبيرة عم يعني وشو الإجراءات؟ المخالفات الموجودة القديمة دائما شوفي ستنا البناء أو الجملة الإنشائية ما بتنهار بشكل عام مباشرة تعطي مؤشرات ليش؟ لأنه بدك تعتبري لو فرضنا الطاولة على خمس رجلين هي بسموها جملة معقدة مو جملة مو جملة بسيطة إذا خرجت قرض عنصر عن الخدمة الباقي بيحمل لكن نفس الوقت بصير إجهاد عليها بتظهر نحن دغري بناخذ إجراءنا نتعاون مع جمعية دمشق مع نقابة المهندسين ومع استشاريين بناخذ الحلول المثلى نتساعد مع المواطن حسب حصول أي شيء طارئ والحمد لله يعني في متابعة بقية الأوقات يعني بين النهار ما في لجنة هلا ممكن تطلع إشراف دائما موجودة حدوث طارئ موجودة يعني نحن عم نحكي للسلامة بالمستقبل موجودة بالأسف لأنه نعرف إحنا في مخالفات غير يعني لجنة الترابط الإنشائي موجودة قبل الأزمة من زمان موجودة وعم تقوم بعملها لكن هلأ تغطى عليها نتيجة أنه كذا ونتيجة الضغط اللي صار عليها صار توسيع لعملها وصار مشان تغطية الطلبات وكله هلأ عم يصير مثل ما تفضلت عم نعمل داتا وهوية لكل عقار وإذا عقار في خطر عم نعمل شيء جدول عم نتابعه اليوم عملنا زيارة هل تشقق هذا طوله هيك سماكة التشقق هذا عمقه هيك هل تشقق أحيانا بيكون سطحي مو كامل للجهة الثانية أحيانا تشقق بالبلوك أحيانا بيكون العطل من عين العيب أحيانا بيكون العطل هو صرف صحي لازم نعالج العطل قبل ما نعالج الخطر أو نعالجهم اثنين على التوازي طبعا الحمد لله على سلامتك ونتمنى السلامة للجميع ولكل أهالي اللي تضرروا ونتمنى لهم السلامة والتعويض وانتبهوا على حالكم إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي النصائح شكرا كثير لك المهندس رئيس لجنة الترابط الإنشائي المهندس غسان معمولي شكرا كثير لك شكرا لكم شكرا أكيد بنتشكرك على وجودك معنا بنتشكر المحافظة في جهود جبارة واجب واجب إن شاء الله أنت حسن ظنكم اليوم لكل المناطق المخالفات نحن مسؤولية على الجميع يعني لازم يكون في لجنة مشرفة لتعمل إشراف هذا الشيء عم يصير ومعاينة لكل المناطق والأمن المخالفات أنا بأكد لك هذا الشيء كله عم يصير وبإشراف سيادة المحافظ يعني عمل حسيس صدقا شكرا لك شكرا لكم. أما هلأ نور بدنا ننتقل لغرفة الأخبار لحتى نتعرف على أبرز الأحداث السياسية بسوريا وحول العالم مع زميلنا علي معلا صباح الخير علي صباح الخير إليك عفاف ولنور ولضيفكم الكريم مشاهدينا موجز للأنباء بعد الفاصل
أهلا بكم. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباه خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن سوريا تواصل بذل كل الجهود لتسهيل الاستجابة الطارئة لآثار الزلزال. وأضاف صباغ أن سوريا تؤكد التزامها بإيصال المساعدات الإنسانية لجميع مواطنيها المتضررين وترفض محاولات تسييس الوضع الإنساني فيها، وتؤكد ضرورة أن تركز الجهود الدولية لمواجهة تداعيات الزلزال على المساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية ومعالجة الأضرار التي لحقت بمختلف المرافق. سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني دعا من جانبه للإلغاء الفوري والكامل وغير المشروط للعقوبات غير المبررة المفروضة على سوريا وزيادة المساعدات الإنسانية لها. وقال إيرواني في كلمة ألقاها في جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا إن الزلزال المدمر في سوريا أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني فيها، ما أثر بشدة على قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية، لافتا إلى أن تدهور الوضع الإنساني يوجب زيادة المساعدات الإنسانية وتقديمها بطريقة محايدة وغير تمييزية ومن دون تسييس أو شروط لمتضررين من الزلزال. هذا وقال السفير الإيراني أنه من أجل إيلاء اهتمام أكثر فعالية للأزمة الإنسانية الحالية في سوريا يجب على المجتمع الدولي التركيز على الرفع الكامل للعقوبات اللاإنسانية ضد الشعب السوري، موضحا أن الإعفاءات الأخيرة للمساعدات الإنسانية ليست كافية وهي مجرد محاولة لإثارة القلق. بدوره أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وأحدثها العدوان الذي استهدف نقاطا في دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية وأسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين. وأدان بوليانسكي خلال جلسة مجلس الأمن بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وحث الجانب الإسرائيلي على وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا والامتناع عن الخطوات التي تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. ولفت بوليانسكي لأن موسكو تنطلق من حقيقة أن استمرار مثل هذه الممارسات أمر غير مقبول تماما، وخاصة عندما تساعد العديد من دول العالم بما في ذلك روسيا السوريين في التغلب على عواقب الزلزال المدمر الذي ضربهم. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث في موسكو مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسون مهام حشد المساعدة الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال في سوريا. وقالت الخارجية الروسية في بيان أنه جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا وما حولها، مشيرة إلى أنه تم التطرق للمهام الإنسانية العاجلة المتمثلة في حشد المساعدة الدولية بما في ذلك التغلب على عواقب الزلزال وتقديم الدعم الشامل لجميع المحتاجين والمتضررين من السوريين دون تسييس أو شروط مسبقة. نهاية الموجز، عودة الآن إلى عفاف ونور لمتابعة برنامج صباح نغير. يعطيك العافية علي. أما هلأ نور رح ننتقل بفقرتنا رح نخصصها طبية نفسية، ورح نحكي فيها على الناس يلي صار عندهم صدمة ما بعد الزلزال. يعني هلأ نحن ما بنعرف شو بدنا نعمل، يعني صار عندنا أثار سلبية ما عم نعرف، يعني بنضل نراقب هدوء، حتى الهدوء ما عم نطمن له. صحيح. حتى الهدوء ما عم نطمن له، بتحسي إنه بتضلي أنت خايفة هذا الهدوء في بعده وراه شيء أكيد ما بقى، يعني نحن نقدر طمن 100%، لازم نحس انه بعد هذا الشيء بده يصير شيء. فقد ايه هون نحن لازمنا دعم نفسي لحتى نقدر شوي نخفف من هي الاثار السلبيه اللي تركها الزلزال. بالمطلق عفاف الدعم النفسي كثير مهم اساسا. نحن عشنا 10 سنوات من الحرب، اكثر من 10 سنوات قاسيه جدا، وهلا عم نعيش يمكن تداعيات الكارثه الانسانيه مؤلمه وقاسيه. نحن اللي بعاد بدمشق، كيف الناس اللي عاشتها متاثرين فيها، كيف الناس اللي عاشتها في حلب واللاذقيه وحما خسرت بيوت
بيوتها، عوائلها، في ناس خسرت عوائل بالكامل، مؤلم جدا وقاسي اللي تعرضوا له، لهيك اكيد في صدمات نفسيه قويه. كيف فينا نقدم لهم الدعم النفسي؟ طريقه التعامل مع الصدمه النفسيه، الاطفال الكبار بتعتبري بدها وقت اساسا طويل. صحيح. معالجتها بطريقه صحيحه ودعم نفسي صحيح يمكن نفس الوقت بنقدر فعليا نكسب هيدا الشخص ونأمن له فعليا حياه نفسيه صحيحه. بنحكي اكثر عن هيدا الموضوع معنا الدكتوره كارلا جمال، طبيبه متطوعه في مجال الدعم النفسي. يسعد صباحك. صباح واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، شكرا على الاستضافه. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. دكتور، هلا نحن بحاجة دعم نفسي. أوقات الأشخاص ما بيكون عندهم حدا يدعمهم نفسيا، يعني بتلاقي الظروف، الوضع الاقتصادي، المعيشي، الاجتماعي حتى، كله ضاغط عليه، فهون يمكن هو ما يلاقي حدا يدعمه نفسيا. فشلون هو بيقدر، يعني قديه مهم هو إنه نعطيه نصائح، قديه مهم هو يقدر يساعد حاله أو يدعم حاله نفسيا إذا ما حواليه حدا؟ تمام. هلا بعد اي صدمه او كارثه اجباري الشخص بده يعيش هي الضغوط النفسيه من قلق لخوف لتوتر، وطبعا استجابه شخص لاخر للصدمه هي مختلفه. صحيح. سواء بتاثير الصدمه عليه او استجابته وتعافيه منها بتتبع لكثير معطيات، سواء سابقه نفسيه او تعرضه لصدمات سابقه. مجموعه نصائح ممكن الشخص يتبع، خاصه الاشخاص المتضررين بس البعيدين نوعا ما على الحدث، هن مشاعر الخوف ومشاعر القلق احيانا كثير بيتسيطر على العقل، فنحن لازم نستبدل هي الافكار السلبيه بافكار ايجابيه ونستبدل السلوكيات، يعني مثلا دائما بالخوف سلوكيات ايجابيه. هلا كثير نحن عم نشوف هلا على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي تهويل الاخبار، وعم بتصير في كمان شائعات كثير مؤلم للاسف. هي الشائعات نحن عم ننوه دائما عبر رحلاتنا الصباحيه، اي حدا ما عنده معلومه صحيحه لا ترتكز لا لمختص لا لمركز ابحاث لا لاي حدا يعنى بهذا الشان، يجب عدم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مؤلم جدا اليوم اللعب على مشاعر الناس، قاسي جدا، لهيك اي حدا ما عنده معلومه صحيحه لا ينشر. الاشاعات عم تاثر بشكل سلبي. بس خلينا نحكي نحن عن الصدمه النفسيه بعد حادثه الزلزال. بنعرف نحن الالاف من الناس تعرضوا لهي الكارثه الانسانيه، ونحن موجودين على مدار الساعه عم نحاول نغطي تداعيات هذا الزلزال، تقديم المساعدات والعون، واهم الدعم النفسي. بعد هي الحادثه اكيد في صدمه نفسيه، والصدمة النفسية تختلف شدتها، في قوية الشدة، متوسطة، خفيفة، حسب الشخص شو تعرض له. خلينا نحكي عنها. تمام. الصدمة النفسية بعد الأزمة ممكن بمر الشخص بمراحل، الإنكار، الغضب، المساومة، بعدين إيجاد الحلول. هلا في كمان شيء اسمه اضطراب بعد الصدمة، كمان للأسف كثير أشخاص هلا عم تشخص حالة بهذا الاضطراب. إذا نحكي شوي عنه كرمال فعلا الواحد ما يتوهم إنه هو معه هذا الاضطراب، هو بيصير عند الشخص مجموعة من الأعراض النفسية والجسدية، بتبلش بذكريات، ببلش يسترجع مشاهد الحدث، صور بصور أو بسماع هاي الأصوات اللي كانت بقلب الحدث. بعدين بيمر مرحله التجنب، انه هو بيتجنب بصير المكان الحدث او الاشخاص اللي بتربطه بالحدث او النقاش بهاي الصدمه. بعدين بيمر مرحله الافكار السلبيه، بنلاقي انه هو عم يبلش يبتعد عن العالم، يبتعد عن رفقاته، يبتعد عن عيلته، بلش مشاعر القلق والخوف وبيحس سلبية تجاه حاله وسلبية تجاه الآخرين. بعدين بنلاقي ببلش في اضطراب بالنوم واضطرابات بالشهية، ممكن توصل لأفكار وسواسية وانتحارية. هلا هون ضروري الدعم النفسي يتدخل، سواء هو يدعم حاله نفسيا بأنه يحاول يحفز حاله، يضبط نومه، يضبط جدول نهاره، يحاول يتحكم بحياته قدر المستطاع، يبعد عن السوشيال ميديا، يبعد عن الأخبار، نحاول نضبط استهلاكنا لوسائل التواصل، وخاصة فترة الاستيقاظ أو قبل النوم ما نعرض حالنا للأخبار الكثيرة. ممكن كمان نطلع نمشي، نساوي أي نشاط فيزيائي، أي نشاط جسدي، نفرغ هي الطاقة السلبية، نتعرض للشمس، نحصل على النوم الكافي، نشرب مي كافية. الدعم النفسي هون كمان إذا تطورت الحالة أو استمرت مجموعة هالأعراض لمدة شهر وأكثر، هون بصير اسمه اضطراب بعد الصدمة، وهون وقتها لازم يتدخل معالج أخصائي نفسي. ممكن يصير في تداخلات دوائية منها مضادات القلق أو مضادات الاكتئاب، طبعا تحت الإشراف المختص. هو فيه هو يدعم حاله أو يتلقى الدعم النفسي بأي مرحلة، وفي حال تطورت الحالة وقتها هون تداخل الأخصائي النفسي ضروري. ذكرتي حضرتك عن الآثار السلبية يلي بتتركها هي الصدمة داخل الشخص. الآثار السلبية بتصير أوقات مثل عدم تقبله
الواقع ابدا، يعني حتى هو ما بيقدر كمان بنفس الوقت انه يساعد حاله ويبعد عن الاخبار، ممكن هو ما عم يحس بشيء فبده يضطر لحتى يضل فاتح نت وعم يشوف هي الاخبار والشائعات يلي بتزيد من الاثار السلبيه يلي عنده. هون كيف هو بده يتعامل مع حاله مع هي الاثار السلبيه يلي خلقت جواته؟ تمام. هلا مثل ما ذكرتي حضرتك احيانا بيمر بمرحله الانكار، ما بيعود بيصدق الواقع، حتى اذا تلقى وفاه احد الاشخاص المقربين ما بيعود بيصدق، واحيانا بيمر بفترات من نوبات الغضب، بتلاقي فجاه بيكون قاعد فجاه بيعصب. هلا هون نحن بنلعب على دورين اساسيين، منا اداره الذات، اذا الشخص وصل لمرحله عم يراقب حاله اني انا عم وصل ادمان، بيكون اول شيء لانه الاخبار بيشوفها لحتى يعرف شو عم يصير، بعدين بده يصير عنده فضول، بعدين ادمان، فجاه ما بيعود بيقدر يترك الموبايل. هون بده يحاول استبدال هي السلوكيات بسلوكيات ثانيه، منا اداره الذات انه هو ينتبه على حاله ويحاول يساعد حاله او بتلقي الدعم النفسي من اشخاص مقربين او من مرشدين اجتماعيين، نحن نسمح للمساعدة إنه تجينا. والتفريغ عن مخاوفنا كتير بيساعد هذا الشيء. أحيانا نحنا كل واحد بيعبر عن حزنه بطريقة، كتير ضروري نعطي هاي المساحة لحالنا إنه نحنا نعبر عن شو حاسين، نتناقش عن مخاوفنا ونحاول نلاقي حلول. أحيانا كل شخص بيريحه شيء معين، بس أنا بيريحني إذا ضبيت أغراضي، أنا بيريحني إذا عرفت شو بعمل إذا إجا مثلا الزلزال مرة ثانية، لأنه بنعرف نحنا هي الصدمة، يعني لازم الواحد كمان شوي يفكر منطقية، هي الصدمة حدثت وخلصت، العوامل كتير خارجية. طيب ما فيني امنعها وما فيني يعني وقفها، بس انا بحاول انه اخذ الارشادات المناسبه تماما ولا اعرف كيف اتصرف معها في حال اجت. فهون العقل ببلش بيعرف انه اوكي انا رح اعرف هلا شو بعمل في حال واجهتني الصدمه مره ثانيه، فبلش برتاح بلاقي حلول، وخاصه المناقشات الجماعيه او ضل مع عالم ما انعزل كمان بيساعد بتخفيف جو العائله. الموضوع تمام. طيب خلينا نحكي عن نقطه مهمه، يعني انت بتحكي عن اداره الذات وطريقه التعامل مع الصدمة والدعم النفسي، نحن بنحكي عن فينا نقول ناس كبار بالعمر شوي، الراشدين الواعيين، وأساسا كانت قاسية. خلينا نحكي عن الصغار، يعني نحن بنعرف بعض الصدمات ممكن تأثر لحالات هلع، يعني في ناس مثلا أطفال تلاقيهم عندهم حالة بكاء دائم، عندهم حالة عدم، يعني تلاقي نفسهم ضيق بس يتذكروا الحادثة ما بيقدروا يتنفسوا، في بعض الاضطرابات اللي هي بتعبر، هي أساسا حالة نفسية من الصدمة بتتفرغ بطريقة معينة. كيف فينا نتعامل مع هدول الحالات اللي أساسا عاشوا الحالة قاسية جدا ومؤلمة، خصوصا اللي طلعوا من تحت الركام؟ يعني والأطفال في عدد كبير اليوم، وأساسا بيوتهم راحت هنا بمراكز الإيواء أو ببعض البيوت اليوم، كيف فينا نتعامل معه؟ لأنه الطفل بتأثر بالمستقبل على شخصيته فعليا وعلى نفسيته. هلا نوبة الهلع كثير كهلع عم نواجهها للكبار او للبالغين او المسنين، بتصير هي مجموعه من الاعراض الجسديه مثل ما ذكرتي حضرتك، احيانا بيصير ضيق نفس، بضيق نفس، بيصير تسارع بنبضات القلب، احيانا بنشوف انه في تعرق او رجفان، وحالات النفسيه بيصير خايف من الموت، خايف يصير هلا زلزال، بخاف يصير كارثه، حتى احيانا اذا بتحاكيه ما بيقعد بيركز معك، بيفقد اتصاله بالواقع، بيفقد اتصاله بالاخرين، ما بيقعد بيقدر يسيطر على شعوره، ما بيقدر يضبط حاله. هلا هون اثناء نوبة الهلع نحن فينا نتنفس بهدوء، نحاول نركز على تنفسنا لحتى نعطي الهدوء لجسمنا، مشان نرجع نركز حواسنا للواقع لازم مثلا نشم اي ريحه قويه، نركز على شغلات محدده بالغرفه، مثلا كم شغله لونها حمراء بالغرفه، حاول ارجع حواسي البصريه او السمعيه او حتى الشميه للواقع حاليا، حاول اقول انه هي نوبه الهلع عم تمر علي هلا، بس هي ما حتاثر، ما حتموتني، ما حتعمل لي شيء، هي هلا تمر خلال ثواني او دقائق مدتها ولح تنتهي، فعرف انه هي شغله كثير مؤقته، حاول استذكر اي شيء ايجابي وضل كرره، قول انه هلا ما حيصير معي شيء، اتذكر اي شيء ايجابي بيريحني وكرره. بالنسبه للاطفال بنلاقي صعوبه انه هن ما بيقدروا يعبروا وما بيعرفوا شو عم يحسوا، بتلاقي مشاعرهم كثير متخربطه، ما بيعرفوا شو هذا الشيء عم يحسوا. شفنا اتجاهات مؤلمه تماما، يعني حتى لما تكررت الهزه الارتداديه اللي كانت قاسيه وقويه، شفنا فيديوهات على مواقع التواصل الميديا والسوشيال ميديا مؤلمه الأطفال، لأنه فعليا رجعوا عاشوا الحالة، فرجعوا عاشوا حالة التوتر والقلق بنفس القوة وأكثر يمكن. هون نحن بنترك الطفل يعبر عن الشيء عم يحسه بطريقته، يعني في أشخاص ممكن تغضب، بنلاقي سلوكيات صارت عنيفة عند الطفل، في أشخاص بتكتم كثير بتلاقيها بعدين فجأة بكيت، في أشخاص مثلا أو أطفال ممكن تعبر عن شيء اللي حاسسته بالرسم،
او ممكن نحن لحتى نخليه يفرغ هذا الشيء اللي عم يقوله، نحن مثلا نقول له احكي لنا قصه، شو صاير مع مثلا، شو بتعرف قصه عن طفل، بلش هو بيخترع لنا قصه عن طفل ثاني نفس حالته عم يحكي قصته بس على اسم طفل ثاني، بلش بحكي لك هو شو عم يحس الطفل بصياغه ثانيه، ونحن ممكن نطلع بحلول من خلال هو حكيه لهالقصه، حتى ممكن يحكيها مع طفل ثاني. يعني هلا لما بنجمع الاطفال مع بعضهم وبنعمل لهم هي الجلسات مع بعضه كثير بيساعد، انه بيلاقوا اقران له، اطفال له عم تحس نفس الشيء بس ما بتعرف تعبر عن هذا الشيء، بجوز عم يحكوا مع بعض، يحكوا قصص، يرسموا، من هيك بنخصصهم هي المساحه الامنه. كثير ضروري نحن كمان ما نكبتهم، يعني ما نقول لا ما بصير تخافوا كل شيء منيح، لا معلش نخليهم يعبروا عن الشيء اللي بدهم هن يعبروه. هي كمان بترجع من هي المسؤولية على الأهل، يعني إنه هن لازم يديروا بالهم الطفل، لازم تكون عندهم كل هي المعلومات والوعي والإدراك على شو هن لازم يتصرفوا، بس في بعض الأهالي ما عندهم الوعي الكافي أو طريقة صحيحة للتعامل مع ردات فعل الطفل أو حتى مع أنفسهم أحيانا، والوضع الاقتصادي كمان ما بيساعدهم يروحوا لعند أخصائيين نفسيين أو لحتى يتلقوا الدعم. فهون أكيد في مراكز ممكن هن يروحوا عليها، فينا نذكر بعض المراكز مشان اللي ما عنده قدرة يروح. تمام. هلا بس بدي اضيف شغله، هلا ضروري كثير نحن نحتضن الطفل، يعني بالمعنى الجسدي بالمعنى العاطفي. صحيح. انا كثير ضروري احسسه بالامان، ومهم كثير انه انا ما احكي له شغلات مو حقيقيه. يعني احيانا نحن بنفكر انه بنتبع اسلوب مع الطفل انه بيسالنا شو هذا الزلزال، ليش هذا الزلزال، بلش نخترع له قصص انه مش كرمال ما نعرضه للواقع الالي، ولكن نحن كثير ضروري نكون صادقين مع الطفل، يعني نشرح له الشيء اللي صار بحقيقه بس بمصطلحات وبطريقه مبسطه على حسب عمره. يعني انا ما احكي شيء من نسج الخيال، لا. صحيح. انا خليه اعمله كطفل لانه هو اللي حيحس، واذا حس انه انا عم كذب مثلا عليه او عم اخبي شيء رح يفقد هي الثقه، رح افقد هي العلاقه بيني وبينه، بالاضافه انه انا ما اعطي وعود كاذبه، يعني انا ما املو بشيء ماله ما حيصير، سواء للاشخاص اللي بقلب الحدث او البعيدين عن الحدث. دائما لما انا بدي اقول شغله كون صادقه فيها، عرفاني انا رح اقدر انه نفذها. يعني في هلا كثير سواء منصات اجتماعيه او منصات اونلاين يعني عم تقدم دعم نفسي، وعم تكون حاضره بمراكز الايواء او حتى يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، وعم تكون كثير عم تكون كمان مجانيه. فاحيانا بتليفون واحد ممكن الاشخاص تعبر عن مخاوفها وتلاقي حلول لحتى تساعد حالها وتساعد العائله. اكيد في مبادرات كثيره للدعم النفسي، استضفنا العديد منها وكثير متطوعين مثل حضرتك مختصين. اكيد نتشكر بالختام على جهودكم اللي عم تقوموا فيها، والدعم النفسي جدا مهم، يعني قبل كل شيء الدعم النفسي هو الأساس، يعني فينا نقول هي العوامل الأساسية للاستمرار فعليا وتخطي الأزمة. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا كثير لك دكتورة كارلا، أهلا وسهلا فيك. أما هلا نور لو ننتقل، خلينا هلا ننتقل لإدلب وتحديدا بهدف توفير كافة الاحتياجات اللازمة لأهالينا المتضررين في مراكز الإيواء في خان شيخون نتيجة الحادثة المدمرة الكارثة الزلزال المدمر. قام الهلال الأحمر بتوزيع سلل غذائية وإغاثية. التفاصيل مع مراسلنا بريف إدلب حسام الشاب. بهدف توفير كل احتياجات الأهالي المقيمين في مركز الإيواء بمدينة خان شيخون نتيجة تضرر منازلهم من الزلزال، قام فرع الهلال الأحمر بإدلب بتوزيع السلال الغذائية والإعانات الإغاثية على الأهالي. طبعا نحن اليوم بمركز إيواء المركز الأول الذي جهز في خان شيخون نقوم بتقديم بعض المساعدات لأهلنا المتضررين القاطنين في هذا المركز. لدينا في هذا المركز بحدود أكثر من 13 عائلة، ونتيجة الضغط على مراكز إيواء نقوم حاليا بتجهيز المركز الثاني للأسر اللي تحتاج إلى الإيواء. جهزنا مركز، هذا مركز 8 آذار بخان شيخون، عم نجهز مركز ثاني اللي هو 7 نيسان، لأنه في عنا عدد من العائلات حاليا إسر ما تم تأمينهم بهذا المركز. مقدم كافة الخدمات للمواطنين، كل شيء بيحتاجوه من رعاية اجتماعية، مواد غذائية، من كل ما يحتاجه النازلين المقيمين هون اللي تهدمت بيوتهم أو اللي تصدعت، وعطونا إنذار بإخلاء بيوتهم. كما زار وفد من العراق مركز الإيواء، حيث قدم وكيل السيد علي السيستاني الشيخ حليم البهبهاني
والوفد المرافق الدعم المادي للأسر المقيمة في المركز. لهذه المصيبة التي حلت والفاجعة الكبرى التي نزلت بأهلنا في سوريا، قام مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني بمواساة الذين أصيبوا وبالوقوف إلى جانبهم امتثالا لتوجيهات المرجعية الرشيدة، وبمعونة السيد محافظ محافظة إدلب قمنا بزيارة هذا المركز، مركز الإيواء للمتضررين من هذا الزلزال الذي أصاب سوريا وأصاب هذه المنطقة. وامتثالا للمرجعية ولأوامر المرجعية الرشيدة جئنا إلى هنا لمواساتهم وللاطلاع على أحوال المصابين والمتضررين. قمنا بفتح مركز إيواء بمدينة خان شيخون، وتم إيواء العائلات وتجهيز الغرف لهم وتأمين متطلباتهم من المواد الغذائية والإغاثية وكل ما يتطلبونه من مواد الخبز والإسفنجات والحرامات. ونعمل الآن على فتح مركز ثاني لاستقبال العائلات المتضررين من الزلزال. وتعمل محافظة إدلب على تقديم كامل الاحتياجات للأهالي المقيمين في مركز الإيواء، ويتم الآن تجهيز مركزين في مدينة خان شيخون لاستيعاب كافة الأسر التي تضررت منازلهم. حسام الشب، الإخبارية السورية، مدينة خان شيخون. أما هلأ نور رح ننتقل من إدلب، رح ننتقل إلى مدينة حلب، نتعرف على آخر المبادرات الإنسانية والتطورات في مدينة حلب. معنا اتصال مع منتصر كيالي مؤسس مبادرة شهيق زفير من حلب. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. تواصلنا مع حضرتك منذ بداية الحادثة والكارثة الإنسانية، عم تقوموا بمجهود كبير على الأرض فعليا. المبادرات الإنسانية والجمعيات الخيرية اللي عم تشتغل منذ الحدث إلى اليوم فعليا بتكبر القلب على الشغل اللي عم تقوموا فيه، جهود جبارة. خلينا نحكي عن مبادرتكم مستمرة. كنا عم نحكي أول أسبوعين عن ملف إغاثي، مساعدات فينا نقول إغاثية من أكل ومستلزمات أساسية. اليوم لوين رح تتطور هي المبادرة وكيف مكملين؟ بالبداية أول شيء صباح الخير للجميع والرحمة على الشهداء والضحايا اللي ضرروا بالزلزال. هلا محسن أقول إحنا الدعم النفسي متضررين بالزلزال جزء كبير منهم لا يقل عن الدعم المادي أو إلى آخره. فإحنا اشتغلنا على موضوع الدعم المادي، أكيد وبعد الزلزال في أحداث كبيرة خلينا نقول إحنا دخلوا مساحات كبيرة بالأمان، مساحات مش مع الأطفال بيلعبوا عن مشاعرهم خلال اللعب والنقاش والرسم، فكنا موجودين بفترة من الفترات ولحد الآن مستمرين تماماً. تمام. عم نسمعك. إيه عم نسمعك. أوكي. تماماً. شغلنا على المبادرة كيل حلوة من فترة ماشي أسبوع أو أكثر من شيء تقريباً كم يوم. فاشتغلنا على المبادرة كيل حلوة كانت بتيرسان عبد المقدسة. فكان موضوع اني كان في مجموعة اطفال في مركز الايواء فكنا موجودين معهم احنا، فكانت مجموعة العاب، مجموعة فريق رسم، فريق دعم معنوي، فكنا موجودين وكان الموضوع كان اخذ ناحية كثير حلوة لاني بتعرفي الناس كان عندهم خوف، عندهم فوبيا، فكنا نحن عم نحاول نطلعوا من الموضوع بطريقة حلوة وموضوع كثير اخذ صدى ايجابي، وان شاء الله مستمرين بمبادرات ثانية لحتى تطلعوا الناس من هالموضوع بالذات، لأني شغلي لأني بالأساس الخوف هو خوف على الجميع، مو بس خوف يعني على صحيح على الأطفال، فكنا شغالين والحمد لله مستمرين بأمور ثانية وطرق ثانية إذا الله رب. يا استاذ، بعد مرور ما يقارب 3 أسابيع على الكارثة اللي صارت، حاليا اكيد عم تتجهوا على أنشطة جديدة يلي عم تقوم فيها مؤسسة شهيق زفير، خبرنا عن هاي الأنشطة لوين متجهة حاليا؟ هلا اكيد نحن مستمرين بطرق ثانية وجديدة وامور حديثة نوعا ما. اكيد نحن اشتغلنا على موضوع كثير حلو، موضوع اطلاق سوارة لخط الايد للاطفال او بايد مثلا الكبارية بالعمر، نحط مثلا الاسم، نحط رقم التواصل او زمرة الدم. فحاليا عم نشتغل على الموضوع عشان نطبقه بعدة مراكز وعدة محلات
لاني لقلي الشغلة للأسف في عندك لحد الآن في عندك ناس ما له معروف وين موجودين هن أساسا. فهذا هذه الأسوار أنا برأيي شخصي إني بتساعد كثير كثير مشان يعني الناس يعرفوا مين مثلا وين موجود أولادهم أو إلى آخره. حتى طبقوها بكثير دول أوروبية كان لها صدى إيجابي، فليش نحن ما نطبق عنا هون؟ نحن أكيد عنا كادر وعنا إمكانيات وعنا ناس عقول كثيرة، فكثير أكيد أكيد رح تطبق بطريقة حلوة، بس تعرفي بدها موافقات وبدها نوعا ما حتى. يعطيكم ألف عافية، وأكيد نتمنى تتقدمكم جميع التسهيلات فعليا، لأنه عم تقوموا بمبادرات فعليا أنتم من قلب الحدث. يعني عم نحكي معك من حلب، أنتم عشتوا الحادثة، كنتوا على تماس وتواصل معه، فأنتم بتعرفوا كل التفاصيل. خلينا نحكي عن أهمية الدعم النفسي اليوم، الدعم الاجتماعي اللي عم تقوموا فيه من خلال هاي المبادرة. كثير من الناس خسرت عوائل، في ناس يمكن نجا شخص من العائلة، هذا فعليا بيحتاج لدعم نفسي طويل. الدعم النفسي اللي عم تشتغلوا عليه قديش مهم ولوين مكملين فيه؟ هلا انا بقول لك الدعم النفسي في اول صعبه، اكيد موضوع جدا مهم. فراح اذكر لك حديث موجود على ستنا خديجه. ستنا خديجه وقت جاي سيده محمد اللي عندها خايف وكان كثير كان مذعور، مش يعني بس تفوت تقول له كله والله ما يجزيك الله ابدا، يعني الله ما بخيبك ابدا، وتبدا بتخفف عنه. فنحن لازم نخفف عن بعض، نحن لازم نخفف عن بعض، وكنا نحن مع بعضنا بطريقه صحيحه مزبوطة اكيد رح نوصل لشيء معين. انا برايي الشخصي لازم تكثر المبادرات، لازم تكثر فرق على الارض عشان موضوع الدعم النفسي. هلا بالبدايه نحن اشتغلنا على موضوع اغاثي، موضوع الاسعافي، موضوع توزيع حرامات، صحيح، اغذيه الى اخره. اشتغلنا على موضوع سقف يحمينا، ايواء بعض العوائل المنضره في بيوت، ساعدنا بموضوع كثير. هلا حاليا نحن اهم شيء الناس اللي هن خايفين. هلا ما بخفي كيف صراحه، انا احد الناس اللي بفيق مثلا ساعه وقت الوعره وقت توقيت لهذا الكارثه المويه، بحس بالخوف، بحس بشيء معين. يعني انا احد الاشخاص اللي هذا الشيء عم بصير. فنحن عم نشتغل على الموضوع، ورح نكون نحن نكون اذا الله راد نطبق بطرق ايضاحيه مضبوطه، طرق صحيحه مضبوطه. حتى لازم نحن ندعم اطفال المدارس. انا برايي الشخصي الاطفال المدارس كثير مهمين، لان هن هذول يعني ما لهم ذنب هن بصراحه بيني وبينك. فيعني احد الاسئله اللي تعرضت لها بعض الاحيان، جارتي صغيره بنتها بتقول لها ماما ايش الزلزال؟ قالت لها ماما زلزال يعني شيء هيك كذا. قالت طب الله بيحبنا؟ قال لها اكيد بيحبنا. فنحن لازم نشتغل على الموضوع، لازم نحن ندعم الاطفال، لازم نعمل شيء على الواقع. هالمبادرات هيكون فعاله وتعطي شيء حلو لهالناس، لاني يعني جد نحن بنستاهل، نحن يعني فعلا بنستاهل يعني نعمل شيء ببلدنا نحن. الله يقويكم يا رب. خبرنا أكثر عن الخطط المستقبلية المقترحة باللي بتتعلق بمواصلة الأعمال الإغاثية. هلا أكثر شيء خطط هي بصراحة يعني مقترحة بالنسبة لنا نحن موضوع الإيواء، لأن في ناس كثير ضلوا من بيوتهم ما عندهم إيواء، ما عندهم مراكز يقعدوا فيها. حتى مراكز إيواء يعني أكيد يعني الله ما يعني يكتب على حدا، بس أكيد مركز إيواء كثير يعني هو اكيد مأمل في شيء معين، بس وقت تكون ببيتك في خصوصيه لإلك. فنحن عم نشتغل على موضوع الايواء، عم نشتغل على الموضوع ان يكون الناس مع بعضهم مكتملين. عم نسكر بعض الاحيان كل عائلتين مع بعضهم نفس البيت. اشتغلنا على موضوع كثير، يعني اشتغلنا على الموضوع هذا، موضوع الايواء. فلازم احنا نركز عليه ونبلش نحن بطرق صح مضبوطه. لازم انا برايي يعني برايي الشخصي انا لازم يكون في مراكز خاصه لما بعد الزلزال. تمام، اعطينا الزلزال، اعطينا مرحله معينه نحن، يا هل ترى شو بده يصير عندنا بعدين؟ لازم يكون في مراكز توعيه، مراكز دعم، مراكز في عندك شيء نوعا ما اغاثي، يعني مفروض شوي في عندك هالبروشورات او هالامور هي تكون واضحه مثل عادي، يعني كل الناس يعرفوا. يعني مثلا الزلزال صار اوكي، طب شو بدي اسوي بعد الزلزال؟ انا وين بدي اروح؟ وين بدي اجي؟ وين الى اخره؟ فهذا موضوع جدا جدا مهم وبياخذ وقت، فنحن عم نشتغل عليه طريقة كثير حلوة، وإن شاء الله أكون يا رب قد الحمل، لأني موضوع ألف عافية. الله يقويكم يا رب. أستاذ منتصر كيالي، مؤسس مبادرة شهيق ظفير، نتشكرك. نتمنى تظافر هي الجهود، عم يكون في تشبيك مع جميع المبادرات والجمعيات الخيرية والمؤسسات ووزارة الشؤون أيضا، الانتقال لمرحلة ثانية وهي تأمين السكن. اليوم كثير مهم تأمين السكن لجميع المتضررين في المحافظات المنكوبة. في كثير أعمال خير عم يقوموا فيها جمعيات الخيرية، كثير من المغتربين السوريين عم يتواصلوا
وللتبرع، اهم شيء تامين السكن لاستمرار بالحياه، لترجع الناس لعملها، لترجع تستمر لشغلها. يعطيكم الف عافيه. أكيد بدنا نتشكر كل الأيادة البيضاء اللي مواكبة جهودها المطروقة من خلال فترة الزلزال من يوم 6 شباط نور ولحد هي اللحظة مستمرة. أما هلأ مشاهدينا رح ننتقل إلى محافظة الحسكة مع القوافل والمساعدات الإنسانية اللي وصلت والإغاثية لمحافظة اللاذقية والمقدمة من الجمعيات الخيرية والفعاليات الأهلية. تستمر القوافل والمساعدات الإنسانية والإغاثية لمحافظة اللاذقية، قوافل مقدمة من الجمعيات الخيرية والفعاليات الأهلية في محافظة الحسكة، تضم 9 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية والأدوية والألبسة للمتضررين من الزلزال. قافلة المساعدات التي تم تنظيمها وإعدادها من أهالي محافظة الحسكة جميعا، القيادة السياسية والإدارية، المجتمع المحلي، المؤسسات الخيرية والدينية والأهلية، الكل أراد أن يعبر برسالة رمزية بسيطة بأننا في القطر العربي السوري من محافظة الحسكة إلى لاذقية العرب نحن بلد واحد، تألمنا لمصابكم وألمنا ما حدث هنا ونحن معكم وكلنا في قلب سوريا الوطن الأكبر. القافلة اليوم تتضمن الفرش، البطانيات، المواد الطبية، الأدوية الطبية أيضا، حتى حفوظات الأطفال والعجزة وكثير من المواد الأخرى اللي كان من الممكن جمعها وتأمينها وإيصالها للمساعدة في هذا المصاب. وهذا حال السوريين في كل مكان، الحمد لله، وحدة وتلاحم ويد واحدة، وهي رسالة للعالم أجمع. من واجبنا الإنساني والحس الوطني بسوريا الحبيبة، بردا وسلاما على سوريا الحبيبة أثر زلزال المروع الذي أصاب محافظة القطر اللاذقية وحلب وحماة. هبت المؤسسات الخيرية الموجودة في المحافظة مع المجتمع الأهلي بتقديم يد العون يدا بيد لتجاوز هذه المحنة. يستمر الدعم للمتضررين من الزلزال وتكافل للجهود رسمية وأهلية للتخفيف من آثار الزلزال. أما هلأ عفاف خلينا ننتقل لمحطتنا التالية اللي نحكي فيها عن معلومات بتهم كثير من الناس. اليوم عم نشوف كل الناس عم تحاول تعرف كل التفاصيل بما يخص الزلازل بعد الكارثة الإنسانية اللي تعرضنا لها، أنواع الزلازل، قياسة شدتها. فعليا في مناطق أساسا مهيئة بمنطقة، فينا نقول المتوسط، شو هي المناطق المهيئة؟ في كثير من المعلومات ممكن حتى خلال حدوث الزلزال ممكن نستفاد منها، كيف فعليا فينا نتعامل مع هي الحادثة. أكيد، ورح نتعرف كمان إذا في مبرر للخوف من حدوث زلازل أخرى أو هزات ارتدادية أخرى، ولأمتى رح تضل مستمرة هي الهزات الارتدادية. أكيد مع ضيفنا اليوم بالاستديو طارق المعيوف، جيوفيزيائي في علوم الزلازل. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح النور، كيفكم ان شاء الله بخير؟ يسعد صباحك. بعتقد منذ 6 شباط الى اليوم هي الكارثه المؤلمه، يمكن الى الان عم نحصد تداعياتها وقاسيه، صعبه فعليا نتجاوزها. كل الناس حابه تعرف كل التفاصيل. يوميا على مواقع السوشيال ميديا ألف سؤال، عم نستضيف مختصين بشكل مستمر لنحكي عن الزلازل، المناطق المهيئة. فعليا ما في أي حدا ممكن يتنبأ بوقوع زلزال، بس من خلال دراستك خلينا نحكي عن الزلازل، يعني أنواع الزلازل، شدة الزلازل، كيف بيتم قياسها. نحن عم نحكي عن زلزال كان في تركيا، ارتداده كان قوي علينا وأدى إلى هي الكارثة الإنسانية. لا، مبدئيا الزلازل والبراكين هي تعبير عن حركة الأرض. الأرض كائن حي ويتحرك ويتنفس. الحركة تبعه إذا بدنا نحكي بشكل عام، يعني الحركة تبعه على شكل الزلازل والبراكين، الاهتزازات. الكرة الأرضية بطبيعتها إذا بدنا نحكي من السطح من فوق أو القشرة الأرضية أو الوشاح الأعلى، مكونة من الصفائح التكتونية أو حسب تعبير أساتذتنا الكرام بلاطات، على شكل بلاطات إذا بدنا نبسط الفكرة، بلاطات تسبح وتطوف وتعوم على بحر من الماغما أو المهل اللي بنشوفه أثناء ثوران البراكين الانسيابية. هي حسب تعبير أستاذنا الكريم نضال جوني، هي منطقة الوشاح الأعلى، هي منطقة الفرن النووي. الفرن النووي اللي بتيارات الحملان وهذا المهل اللي عم يتحرك، بتطلع
كتل الماغما والمهل بيطلع بيحرك الصفائح بسبب بحركات على هاي الصفائح التكتونية، ممكن تكون حركات تصادمية، ممكن تكون حركات اندساسية يعني تصادم اندساسي، أو حركة تباعدية مثل ما بصير بالمحيط. فهاي الحركة هي بطبيعتها كزلزال، الزلزال غير مميت، البركان غير مميت، لكن البناء بناءنا الإسمنت والخرسان والحديد هو اللي صار يقتل الناس. الزلزال إذا كان بمنطقة خالية ما رح يسبب أي ضرر، أي ضرر، لكن من يقتلنا هو البناء. فهل نحن بانين أصلاً بطريقة تقاوم الزلازل سليمة أو سليمة؟ هل مبنية على الكودات الكود طبعاً نحن عندنا كود، كود سوري موصى به في حال الأشخاص أو الشركات أو الصناعيين رجال أعمال حبوا يبنوا، ففي كودات، في خرائط تمنطق زلزالي موصى بها، مناطق خطر أعلى، مناطق خطر ضعيف، في عندنا شيء اسمه هازارد، في شيء اسمه ريسك. ففي مناطق للتمنطق الزلزالي الهازارد فيها عالي، اللي هو الخطر الزلزالي، الخطر عالي أو كبير. في مناطق ما فيها بسوريا وبغير سوريا، بكل المناطق. فأي بالنسبة لأنواع الزلازل، إذا بدنا نحكي بشكل طبيعي، في الزلازل المتحرضة ممكن تكون بتفجير نووي، ممكن تكون تجارب لبعض جيوش العالم، ممكن يكون زلزال متحرض على المدى الطويل بسبب تخزين المياه خلف السدود مثل تركيا، مثل السودان، يعني بغض النظر لهم أسباب ممكن يخزنوا فيها. لكن هون هو فينا نقول محرض، ولا نحن بنعرف مثلا كل 100 سنة ممكن يصير، ولا هو بيسرع بالوقت؟ يعني نحن بنعرف فعليا يعني أنه كل فترة هي المنطقة أساسا صدفنا مختصين شرق الأناضول، أمريكا أو شرق الأناضول، هو مهيئ، بس نتيجة أعمال الإنسان مثل تخزين المياه، بنقول أنه هو كان ممكن بعد 10 سنين بس فعليا سرع قرب طبعا لأنه عم تراكمي مياه، والمياه وزن النوعي ثقيل، وهي مقياس للمعادن، وهيك المياه ثقيلة تعتبر. فتخزين مليارات الأمتار المكعبة من المياه على بقعة معينة عم يأثر على توازن الطبقات، على توازن الاستاتيكي للطبقات. فإذا كان قريب من مناطق صدوع ومن مناطق فوالق، فطبعاً عم يسرع، عم يؤدي، ما اسمها زلازل متحرضة، إلى أسباب مفتعلة ليست طبيعية. أسباب مفتعلة. نحن اليوم ما فينا كتير نتوقع إمتى بده يصير زلزال وإمتى لا، يعني لسه ما عنا هي التقنية. طبعاً العلم لم يتوصل لحد اللحظة لطريقة للتنبؤ بالزلازل، ولا حتى قبل دقيقة واحدة أو ثانية واحدة. أكيد. ونحن كجيوفيزيائيين أو زملائنا في سوريا أو بالعالم كله في مراكز الرصد ومراكز البحوث الزلزالي أو غيره، عملية تسجيل يشعر أكيد. بها مثل ما يشعر بها أي مواطن عادي، لكن في المكان أو المكتب أو محطة الرصد في أجهزة أكيد تسجيل. هذا هو السؤال، لكن يعني نحن اليوم كيف عم نقدر نحن نقيم شدة قوة الزلزال وموقعه تماماً؟ كيف عم نقدر؟ طبعاً في مناطق مهيئة تاريخياً، نحن للأسف نحن منطقة معقدة تكتونياً بباطن الأرض، معقدة جداً، سوريا والشرق الأوسط حتى حدود عمان وتركيا كانت قعر لمحيط التيتس العظيم، بقاياه هو حالياً البحر المتوسط بعد ما انحسر محيط التيتس، حالياً هو البحر المتوسط. هاي المنطقة معقدة جداً وكان متعرضة لضغوط عالية بسبب المياه، ففيها فوالق وكسور، بالإضافة للحركة. يعني إذا بدنا نحكي عن منطقتنا نحن، نحن على الصفيحة العربية، الصفيحة العربية جزء من الانهيار الإفريقي العظيم الممتد من البحر الأحمر، البحر الميت، ويشق طريقه حتى سهل الغاب على شكل ريش اسمها فوالق ريشية، بالامتداد إلى الشمال سوريا إلى تركيا حتى صدع الأناضول اللي هو جزء من خط التلاقي وحزام النار والحزام القلبي. يعني نحن للأسف بمنطقة معقدة تكتونيا، مهيئة لكن كنا بمرحلة من الاستقرار مدة 200 سنة. صحيح، ونحن بنعرف كل 100 أو 200 سنة يحدث زلزال اتباعا للمختصين، مثل ما حكيت بعض التفاصيل عن البنية التحتية. خلينا نحكي اليوم، الناس بدها تطمن، بعد الناس خايفة، مواقع السوشيال ميديا يعطيهم ألف عافية دائما بيشروا الإشاعات، أي حدا ما عنده أو أي معلومة يجب عدم نشرها. نحن عم نستضيف مختصين وعم نركز نكرر بشكل دائم وفقنا مختصين، أي حدا ما عنده معلومة يا ريت ما ينشرها، لأنه الناس ما بقى قلبها يحمل وجع، حرام اللعب بمشاعر الناس. خلينا نحكي، في هزات ارتدادية مستمرة،
الناس بعدها عم تشعر فيها. لأيمت مستمرة هي الهزات الارتدادية؟ بما أنه أنت حضرتك دارس مختص، عم نحكي كنا هلأ عن البنية التحتية للأرض في سوريا، قد ما أكثر المناطق اللي هي فعليا مهيئة فينا نقول نحن مع خط تماس، لهيك شفنا حلب خطوط عدة خطوط. لهيك شفنا حلب إذا مع خط تماس مع تركيا وجندارس، هدول المناطق يعني تأثرت بشكل كامل بشكل كبير، وكان في خسارة مؤلمة لأنه قريبا للمنبع اللي هو صدع الأناضول. صحيح شرق على خط تماس شرق الأناضول. بس بدي خلال نص دقيقة بس وضح شو اللي عم يصير بتركيا أو صفيحة الأناضول. شمال تركيا هو الصفيحة الأوروبية، هي صفيحة كبيرة ومستقرة، صفيحة كبيرة ومستقرة. صفيحة تركيا وصفيحة إيجا جنب بعض، اللي هي بتشكل تركيا كدولة أو كحدود سياسية. صفيحة الأناضول صفيحة ضعيفة عم تتعرض لصدم من الصفيحة الإفريقية، من الصفيحة العربية ومن الصفيحة الفارسية، بسبب زي مثل ما حكينا عن تيارات الحملان وعن الحركة التصادمية. صفيحتنا العربية بتصدم بتركيا وتندس تحت الصفيحة الفارسية بنفس الوقت، يعني صفيحتنا نشطة، منطقة نشاط. فهذا اللي عم يصير عملية صدم بين الصفيحة العربية وصفيحة الأناضول، اللي هي أدت أصلاً لتشكل جبال طوروس والحركة التصادمية إلى اليمين. لو تخيلنا الخريطة، الصفيحة العربية عم تتجه شرقاً مع الصفيحة الفارسية وصفيحة إيران، أدت لتشكل جبال زاغروس. فهي حركات طبيعية، لكن نحن هلا صرنا نحس فيها بسبب التمدن والمعاصرة. صحيح. والبناء العالي صرنا عم نشعر فيها، خاصة الطوابق العالية بحسوا فيها. لكن الطوابق العالية ما هي المعرضة للخطر، بالعكس ممكن معلومة تفاجئ الجميع، هو الطوابق العليا أو الطابق الأعلى هو الأأمن في حال حصول زلزال لا سمح الله، لأنه الطابق الأسفل الطابق الأول حينهار، البناء حينهار على نفسه وبالتالي عم تتراكم لا سمح الله بعيد الشر عن الجميع ملايين أطنان أو مئات آلاف أطنان الخرسانة والإسمنت وغراض المنزل وغيره. فالطوابق السفلى ما هي الأأمن إلا بحالة التنبه والخروج السريع. بدي نبه لشغلة بالنسبة لمواقع التواصل وغيره، لو كل حدا اختص بما يختص، ويعني اللي ما بيعرف لا يهرف بما لا يعرف، مع احترامي للجميع، كانت الدنيا كلها بخير. خلال الأزمة السورية شفنا بعض صاروا محللين استراتيجيين، محللين اقتصاديين، محللين سياسيين، الآن خبراء جيولوجيا صاروا. بتحس الواحد، أنا أحيانا قاعد بمكان ما بعرف عن نفسي إني جيولوجي بحكم عملي، أنا بعمل بمكان آخر بسمعه وبضحك، يعني فينا نعتبرها زوبعة. في هزات ارتدادية مستمرة للطول. الهزات الارتدادية ما فينا نحكم عليها إلا بس مستمرة. مستمرة طبعاً مستمرة إلا يعني لحد ما توصل لمرحلة الاستقرار. الزلزال الكبير اللي حصل ب6.2 7.8 كبير. شفنا شرخ الأرض يعني. وله تداعيات، ومن يومين ثلاثة حصلت زلازل بملاطية وغيرها وسنترال تركي. على نفس خط الصدع. صحيح. تنشط للأسف، يعني صدع الأناضول قد تنشط، والزلزال الكبير ب6.2 والزلازل اللاحقة، أنا ما بحب أسميها زلازل ارتدادية، هي زلازل أصغر، يعني صارت الحركة الأولى حتكون في حركات تانية للوصول لمرحلة الاستقرار مستمرة. هي لترجع على الأرض. بحب يعني أطمن الناس بسوريا على الأقل بنص دقيقة. في عنا دراسة بالمركز الرصد الزلزالي قاموا فيه زملائنا وأساتذتنا الكرام طبعاً على مدى عدة سنوات. الهزات المرصودة بسوريا من 4 درجات اللي هي غير محسوس بها، وأدنى كانت على عبر هاي السنوات تتناقص من حيث القدر أو الشدة وتتباعد، وبالتالي كنا عم ندخل لمرحلة استقرار تام. يعني كان إذا اعتبرنا زلزال دمشق اللي حصل 1700 الدورة كان ممكن تصير لحد ما يجي زلزال متوقع آخر، كل ما للمدة عم الطول. لكن الزلزال تركيا الجديد 6.2 6 شباط فعل نفسه، فعل الصدوع المجاورة، لربما فعل صدوع لبنان اليمونة اللي ترى آثاره بالزبداني. ما بدنا نخوف الناس، بس كمان ما في داعي للوصول لمرحلة الفوبيا. في ناس عم بسمعها عم تحكي انه صرنا نشعر بهزة، انا بنصح طبعا ما عم اتمسخر او شيء او كذا، لكن
يفحص الأذن الوسطى أو الهي لربما بأسر الزلزال صار في دوار دهليزي أو شيء، ما في داعي الناس تخوف بعضها الفوبيا. خلال دقيقة تانية ممكن بس اشرح عن الزلزال، الزلزال حصل بغض النظر عن مصدر، بغض النظر عن طبيعته، هل هو مفتعل أو غير مفتعل، هل هو تكتوني أو انفجاري أو بركاني أو شيء. عندنا أربع أنواع من الأمواج اللي راح تتولد، اللي هي الأمواج بي اللي هي عملية ضغط للتربة من المصدر، نعتبر هون المنبع أو السورس، فعملية ضغط للتربة أو الصخر. مجرد ما شعرت باهتزاز، هذا الكلام يعني كلمتين أحسن من عشرة وما بدي فوت بمحاضرة علمية، مجرد ما شعرت بالاهتزاز ما في داعي للتصوير، تصوير أغراض بيت ونحطها على الحالة، معك ثواني ثمينة، أجزاء ثانية ثمينة جدا، ممكن تنقذ حالك، ممكن تنقذ أولادك بيتك. فالأمواج الأولى اللي حتطلع هي الأمواج بي، بتسبب انضغاط وتخلخل بالذرات التربة أو الصخر اللي نحن عليه. مجرد الشعور بالزلزال المفروض مغادرة البناء فورا، ويفضل إجراء خطة إخلاء مثل الشركات مثل الكذا، في عندهم في قسم الـ HSE قسم السلامة بيعملوا تدريبات حتى بالدول المتطورة، ما مو عيب نحن نعمل هذا التدريب بالبيت. بعض الأغراض بحقيبة صغيرة، الأغراض الهامة جدا والأوراق، الأطفال، دراسة الخروج من الغرفة للبيت وما يكون في شيء على الدرج أو مدخل البيت. أنا لاحظت كثير في الموتوسايكل أو الموتور الدراجة أو الموتورات الكهربائية أو البسكليتات، لازم تكون بعيدة لأنه معنا ثواني ثمينة جدا خلال وصول الصدر الموجات الأولى النابعة من الزلزال. بعدين رح تجي عنا الأمواج S اللي هي حركة رفرفة، رفرفة اللي هي بتأدي للاهتزاز، يعني اهتزاز انضغاطي، اهتزاز على شكل رفرفة، ما في داعي للتريات، فينا نفكها لأنه راح تكون خطر كبير في حال حصول الهزة وفلتت، ممكن يكون في طفل أو حدا تحتها، ما في بيت بيخلى من الفاترينات والمقتنيات الزجاجية وهالأمور، يا ريت نضبها بكراتين نحطها على جنب لأنه في حال اهتزاز راح تكون خطر علينا. مو معقول بزلزال بالمنبع في بيوت وقرى نجت ونحن على بعد 1000 كيلومتر أو 800 كيلومتر بسبب شيء نحن تاركينه بالبيت والاهتزاز مثل ما صار بستة اثنين يكون سبب وفاة حدا لا سمح الله أو إصابة. بعدين بتجينا الموجة الثالثة اللي هي أمواج لوف اللي هي حركة رفرفة ومثل حركة الأفعى، رفرفة فوق أعلى أسفل وحركة جانبية، هي أمواج الدمار، أمواج سطحية الأبنية ما بظن أنه تتحملها. بعدين تجي الأمواج اللي هي الأخطر اللي هي الأمواج رايلي، أمواج رايلي من المنبع، منبع مثلا بتركيا بالشمال، ولدت أمواج على شكل هليلاج اللي هو مثل البيضة، الأمواج هيك راح تتحرك على شكل بيضة، هليلاج راجع للخلف وعم يصير للأمام، هيك الأمواج راح تحصد يعني بالعامية رح تحصد حصيد. يعني فينا نقول نحن حاليا استقرينا والوضع رايح لاستقرار مع هدوء هاي الهزات وقلة عددها يلي عم يصير، انه ما بقى صار هاي الدراسة الأول. كانت قبل زلزال تركيا بالنسبة للأمانة العلمية، بس الوضع هلأ يعني مستقر نسبيا ولا ممكن تصير هزات انفجارية؟ إذا بقي صدع الأناضول هو البؤرة الزلزالية، دمشق العاصمة ومناطق وسط سوريا والأردن يعني بعيد، لكن المناطق الأقرب لتركيا للأسف أهلنا بالساحل، أهلنا بحلب كذا، أكيد نتمنى أقرب السلامة، نتمنى السلامة للجميع أكيد. يجب الحيطة والحذر وإجراء اختبار ولو أكيد. بعشر ثواني إخلاء، معنا ثواني ثمينة أكيد. وقتنا خلص معك أستاذ طارق معيوف جيوفيزيائي، بدنا نشكرك بالختام، نتمنى الصحة والسلامة لكل الناس يا رب، وفعليا الله يبعد الشر عن كل الناس. نحن عم نحاول نستضيف مختصين لناخذ معلومة مفيدة، ويا رب ما بقى يعني نشوف زلازل، لأنه فعليا عم نحكي عن أثر كتير كبير للحادثة الإنسانية اللي صارت بسطة شوار. نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله، يا رب ما بنلتقي إلا بالخير وبمناسبات. شكراً لك أستاذ، أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله السلامة للجميع والتعويض والسلام لكل حدا تضرر وخسر بيته، ولازم علينا أنه نحيط الحذر مثل ما ذكرنا أنه الطوابق العلوية هي تعد أكثر أماناً، ولكن الطوابق السفلية آمنة بس فقط لسرعة الخروج في حال
حدثت اي هزه بس للسرعه مو مشان ينزل الطابق فوق راسنا. اكيد ان شاء الله يا رب ما بقى يصير عنا شيء وتضلوا بالف خير من هون لبكره وبكل الايام القادمه ويعم السلام ونخلص بقى وتكون اخر الاحزان والفاجعات يا رب. ان شاء الله بنتمنى الصحه والسلامه لكل الناس والشفاء العاجل لجميع الجرحى وخالص أكيد. العزاء لاهالي الضحايا ما فينا الا ما نعزيكم فعليا. المصاب كبير يا رب الله يصبر قلوبكم. رحلتنا الصباحيه خلصت ملتقانا بكره بنفس التوقيت الى اللقاء.